اليوم كنحتفلوا بالافتتاح ديال المولود الجديد في جهه سوس مسا، الا وهو تعاونيه كوماديس للرقمنه والخدمات. هذه التعاونيه اللي كتعتبر الاول من نوعها، يعني من ناحيه الخدمات ديالها فهي تقريبا اول تعاونيه على صعيد جهه سوس مسا كتنشط في مجال الرقمنه والخدمات. فكما كنعرفوا المجال ديال التعاونيات غالبا ما كيكون كاين حصر ضمن المجال الفلاحي او ضمن تسويق المنتوجات المجاليه، فاحنا هذه المره خلقنا الاستثناء. احنا مجموعه من الشباب عندنا افكار، يعني عندنا بزاف ديال المهارات والحمد لله جمعناها في هذا المولود الجديد اللي سميناه كوماديس للرقمنه والخدمات. كوماديس كتعني كوبيراتيف ماروكان دو ديجيتاليزاسيون اي سيرفيس. احنا خمسه الاعضاء في التعاونيه، كل عضو في مجال متخصص في التسكية ديجيتال. دونك الغرض من تأسيس التعاونية هو مواكبة الناس المهتمين بالقطاع الرقمي، وكذلك مواكبة الناس اللي بغا يديروا المشاريع، يعني لي بورتور دو بروجي، وكنديروا لهم لاكومبانيومون والمواكبة باش ان شاء الله يديروا المشاريع ديالهم.